أخبار اليوم. جمال غيطاني قيمة وقامة عظيمة، ما بقدرش أبدا نقول إن إحنا إلا كلمة واحدة، إن إحنا خسرنا خسارة فادحة. وطبعا كل بنخسر دلوقتي رموز كثيرة جدا من سوء حظنا، لأن جمال غيطاني كان قيمة وقامة، وكان يعني فعلا لما بنشوفه هو بيتكلم على مصر وعلى الثقافة وكده، هو كان رجل يحب الدولة، أكتر حاجة ينحاز لها هي الدولة وينحاز لمصر، دي هو جمال غيطاني.